بعد الانقطاع لمدة سنوات وبعد طي صفحة الخلاف وإعادة العلاقات بين قطر والدول العربية المقاطعة، باتت تلوح في الأفق اليوم حزمة من التطورات في العلاقات الدبلوماسية والتجارية بينها، فما القصة؟ وفي التفاصيل، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة أمس وفداً إماراتياً برئاسة مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. وقد بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية التي تخدم عملية البناء والتنمية والتقدم وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، بحسب صحيفة الشرق الأوسط. كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وبدوره نقل الشيخ طحنون بن زايد تحيات كل من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياتهم لقطر وشعبها بدوام التقدم والازدهار، ليوجه أمير قطر لهم التحية بالمقابل، متمنيا للإمارات وشعبها المزيد من التطور والرخاء. ومن جهته لفت المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الدكتور أنور قرقاش إلى أن بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء هو عنوان المرحلة وركيزة رئيسية من ركائز السياسة الإماراتية التي يحاولون خلالها طي صفحة خلاف وينظرون إلى المستقبل بإيجابية، لافتا إلى أن زيارة الشيخ طحنون بن زايد إلى قطر ولقاءه بأميرها ينطلقان من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك، بحسب صحيفة الشرق الأوسط. وفي السياق، كان قد تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رسالة من أمير دولة قطر، والتي تسلمها خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في قصر نيوم بالمملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية. ولفتت الوكالة إلى أن ولي العهد استعرض مع وزير الخارجية العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك، بحسب آرتي العربية. وفي سياق عودة العلاقات الدبلوماسية أيضاً، فكانت قد عينت قطر سفيراً لها في السعودية منذ فترة قصيرة، وهو بندر محمد عبدالله العطية، ليصبح سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى المملكة العربية السعودية. كما كانت قطر قد استلمت أوراق تعيين السفير السعودي لدى الدوحة الأمير منصور بن خالد بن فرحان في يونيو الماضي، عقب أشهر من قمة العلا التي شهدت إنهاء مقاطعة السعودية وثلاث دول أخرى هي مصر والإمارات والبحرين لقطر في أزمة استمرت لما يزيد عن 3 سنوات، بحسب قناة الحرة.